الراديو كله. ان شاء الله عليكي. الحاجه ام الاختراع. زي العسل والله. كم ايديك يا رب كده ودايما مش مخلينا عايزين حاجه خالص يعني. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. تعيشي يا حبيبتي. ويديكي الصحه كده يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يكرمك وتسلم ايديكي وعينيكي على التطبيقات الجميله بتاعتك يا مها والله. ويلا يا جماعه اللي عندها في المكان بتاعها قرع عسل كتير، الزرعه بتاعت القرع العسل اليومين دول منتشره، هاتوا وطلعوا الوصفات واعملوا اللي انتوا عايزينه. لو الحلقه كانت تكفي لسه في مربة القرع ما اتعملتش، في مهلبيه القرع، في العصير، في شوربه القرع، كل ده بيتعمل من القرع العسل. ان شاء الله مره كده ابقى اكمل بيها واعملها لكم ان شاء الله. دلوقتي بقى احنا دخلنا اليخني، طاجن اليخني بتاعنا الفرن. تعالوا نعمل بقى القرع الحلو معاه، اللي هو اللي احنا متعودين عليه وعارفينه، القرع العسلي بالبشاميل والمكسرات. نقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. البشاميل، القرع العسلي بالبشاميل، كيلو قرع عسلي اللي هو متقطع مكعبات وتهرس، اتسلق لغايه ما تهرى معايا، كوبايه سكر، مكسرات وزبيب وجوز هند، زبده، ده كده للقرع نفسه. بعد كده عندي بشاميل الخلاط الحلو بقى، لتر لبن، كوبايه دقيق، نص كوبايه سكر، معلقتين كبار قشطه، فانيليا سائله او فانيليا عاديه اللي موجود، وزبده، وللوش هحط شويه سكر بودر عليها. تاني مقادير البشاميل لوحدها اهي، اللي هي لتر لبن، كوبايه دقيق، نص كوبايه سكر، معلقتين كبار قشطه، فانيليا سائله او فانيليا بودر، والزبده. دي كده مقادير البشاميل بتاع الخلاط، بس المره دي هيتعمل حلو ومش حادق. بالنسبه بقى للصينيه نفسها، قرع عسلي متقطع مكعبات ومسلوق وتهرى لغايه ما تهرى في الحله، انا ما هرستوش، مش عايزاه مهروس ناعم، عايزاه في حتت كده. وهيبقى معايا كوبايه سكر والمكسرات بتاعتي، اي مكسرات موجوده، وزبيب وجوز الهند والقرفه بتاعتنا، وبرده حته زبده صغيره. دي كده المقادير بتاعه الصينيه الحلوه اللي بالبشاميل الحلو. اول حاجه هعملها احط البشاميل على النار، وعاوزه بس يا جماعه طاسه صغيره. يا ام علي اهلا وسهلا. ام علي ازيك؟ ام علي، ام علي مش سامعاني؟ طيب يا استاذه زينب اهلا وسهلا. الو يا استاذه زينب ازيك؟ ايوه ازاي حضرتك، انا مدام زينب معاكي. اهلا وسهلا يا مدام زينب، ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذه؟ الحمد لله. وانت طيبه يا استاذه؟ وانت طيبه، مفيش استاذه ولا حاجه، مفيش بين الاخوات استاذه والكلام ده. الله يكرمك يا رب. قولي حضرتك يا استاذه، ممكن بس اطمع في تضيفيني للجروب بتاعك واخد طبعا تليفون حضرتك؟ ويزيدنا شرف كمان انك تكوني موجوده معانا والله. وانا بحيي رئيسنا وعايزه ادي تحيه لرئيسنا السيسي. طب يلا قولي يا حبيبتي، بس وطي التلفزيون شويه عشان تسمعينا كويس. قولي لي يا حبيبتي. بقول له انت مشرفنا ومنورنا وانت اعظم رئيس جيل بلدنا، وربنا يخليه لينا يا رب يا رب، ونشوفك في احسن حال يا رب، يا احنا رب ومصر كلها. اللهم امين يا رب يا حبيبتي. اشكرك الف شكر. اسمع في تليفون حضرتك. حاضر ده. من عينيا محمد يديك التليفون ما تقفليش كده يا جماعه. انا حطيت محمد معاكي في الكنترول، ما تقفليش، يديك الرقم. حاضر، شرفتيني يا استاذه زينب. كده انا حطيت لتر لبن وحطيت كوبايه الدقيق، وادي نص كوبايه سكر عشان ده بشاميل حلو مش حادق، ومعلقتين القشطه. بسم الله، هيبقوا بقى ايه القشطه دي، معلقتين اهم، هيدوا طعم في منتهى الجمال، سواء قشطه بلدي او القشطه العلب، قشطه الشركات برضو بتدي طعم حلو قوي. وادي شويه فانيليا، لو عندك فانيليا سايله هيكون احسن واحسن. بس كده، وهضرب دول كده في الخلاط. بسم الله، فين الفيشه؟ الفيشه يا سيد بعد اذنك. طب يلا اضرب لنا ده. وعندي هنا، تعالوا تاني نتكلم على سلق القرع العسلي الحلو بقى ده. وانا بسلقه زي ما اتفقنا، كل كيلو هيتحط عليه نص كوبايه ميه، هيتحط عليه معلقتين سكر، ده اللي بسلقه للحلو. لكن اللي بسلقه العادي الحادق ما احط سكر خالص، هي ميه بس، لكن ده اتحط عليه نص كوبايه ميه ومعلقتين سكر بس، مش اكتر من كده. كله تمام ماشي. هنا حطيت كازارولا على النار اللي هعمل فيها البشاميل، وهحط فيها حتتين زبده. استاذه زينب،
ايوه. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله الله يخليكي. انا طلبت التليفون بتاع حضرتك الشخصي. فمحمد كان بيدوني فحولني على حضرتك تاني. يبقى معلش ما خدش باله. خليكي معايا يديكي الرقم من عينيا الاثنين. حاضر يا حبيبتي. ركز يا عم محمد. ادي كده حوالي حتتين زبده. ماشي. لا هزود كده كمان عشان انا هعمل هنا حاجه غير البشاميل. يعني هنا الزبده دي معلقتين للبشاميل ومعلقه للقرع العسلي نفسه، بس تسيح الاول. بصوا اللي ساح ده هعمل ايه. ادي هنا عندي القرع العسلي اللي اتسلق جامد واتهرى خالص معايا في السلق. هروح واخده معلقه زبده عليه. بسم الله. خشوا بقى التكات الحلوه بتاعتنا بقى عشان نطلع صينيه قرع عسلي ما شفتوش زيها. وهحط عليه كمان كوبايه سكر كده، وهحط عليه شويه زبيب والزبده دي. ده كده القرع نفسه. حاضر يا فندم. غير اللي هيتحط على الوش، شويه زبيب، شويه مكسرات، وشويه جوزة الهند، ورشه قرفه، واحلى تقليبه بقى نقلبها دلوقتي، ويبقى كده القرع نفسه بتاعي جهز يا ام رامز. ونعمل البشاميل. ام رامز ازيك؟ الله يخليك. ازيك انت حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانتم طيبين حبيبتي. وانت طيبه. وانت طيبه يا ام رامز. تعيشي. الله يخليك يا حبيبتي. ربنا يبارك لك. الله يكرمك يا رب. تسلم ايديك على كل اللي بتعمليه. ربنا يخليكي. ده من ذوقك والله يا حبيبتي. ربنا يخليكي. اشكرك. عايزه بقى اسال حضرتك بقى على الطواجن الحلوه دي بتيجي منين؟ من عند بتاع الطواجن. والله من عند بتاع الطواجن. ما انا عارفه. بيبقوا حته بس بيبقوا قاعدين بيها كده، تلاقيه كده في جنب، او ممكن في اي سوبر ماركت بيبيع الادوات المنزليه. هتبص تلاقي برضو في مكان للطواجن كده، يعني بيلمعوا برضك كده. ما نعملش فيهم حاجه يعني؟ لا 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 عادي. لا اللي متجلفن ده لا عادي كده زي ما هو. طب وبشكر الاستاذ محمد على رده علينا. ربنا يخليك. احنا تحت امركم. محترم. وربنا يبعت له عروسه بنت حلال تسعد يا رب. الله يكرمك. تعيشي يا عمر. ما تعرفش منك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. يا رب الله يخليكي. وابعت لي ساره ابن الحلال ليسعدها يا رب. الله يكرمك يا حبيبتي. تعيشي يا رب. تعيشي. مع الف سلامه حبيبه قلبي. كده البشاميل الخلاط، المقادير بتاعته كلها ضربناها في شفشق الخلاط، وحطيت معلقتين زبده على النار، ونزلت بالمقادير بتاعت شفشق الخلاط على معلقتين الزبده. طبعا هنا مش هيتحط ولا ملح ولا فلفل اسود، هنا هيتحط سكر بس، سكر وفانيليا علشان ده حلو مش حادق. دي خطوه. الخطوه الثانيه، القرع العسلي عندي اللي سلقته لغايه ما اتهرى، حطيت عليه زبيب، جوز الهند، شويه مكسرات، رشه قرفه، وكوبايه سكر، وقلبت كده كله في بعضه. اهو قرفه. اوعوا تنسوا القرفه. اوعوا القرفه مع القرع سواء حادق او حلو، حاجه كده وهم يعني، بجد حاجه مش قادره اقول لكم. لوز العنب بجد يعني. دول الخطوتين اللي انا شغاله فيهم دلوقتي. ايه رايكم بقى تطلعوا فاصل وترجعوا لي نقفل الطاجن ده مع بعض؟ ايه رايك يا سباعي؟ يلا بينا على بس ما البشاميل، لانه هياخد وقت، فمش عايزه اضيع وقتكم. على ما افضل اقلب في البشاميل ويتقل معايا، هتكونوا رجعتوا لي من الفاصل نقفل الطاجن مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم. بعد الفاصل ادي البشاميل خلص. طبعا ريحه الفانيليا باينه فيه قوي. ده البشاميل الحلو بالسكر والفانيليا والقشطه. اهو شايفين القوام عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. ده كده خلص معانا. هنبتدي بقى نشتغل نقفل الطاجن بتاعنا على طول. وفي نفس الوقت عندي القرع العسلي اللي اتسلق لغايه ما اتهرى خالص في الحله، حطيت فيه سكر، قرفه، زبيب، جوزة الهند، والقرفة دي أساسي معايا، وشوية مكسرات، ومعلقة زبدة سايحة. ده كده في القرع نفسه. تمام. طيب أنا بس عايزة أبص على الفرن ونشوف الطاجن. يا سلام. هو ده هو. شكرا قوي على فكرة. شكرا قوي. نحط بس السندة دي، نسند عليها الطاجن السخن ونجيبه من الفرن. بسم الله ما شاء الله عليه. الله اكبر. بصوا شكله بقى عامل ازاي. عسل. بسم الله ما شاء الله. بصي يا عم سباعي وريحته طالعه رهيب والله رهيب. ما شاء الله عليه.
واضح كده ان عم احمد كان معاه حق. انت كنت فاهمه اكتر مننا يا عم احمد. ده طاجن القرع العسلي بتاعنا اليخني، يعني القرع العسلي الحادق باللحمه المفرومه والخضار، والبشاميل بتاعه مش بشاميل، ده القرع العسلي نفسه مهروس مسلوق ومهروس، وتحط طبقه من فوق وطبقه من تحت كانه بشاميل بالظبط منه فيه، يعني عشان يقوي لي طعم القرع العسلي يخليه قوي جدا جوه الطاجن بتاعي او جوه اليخني. ما شاء الله عليه بجد، عايزه اقول لكم ريحته جميله، وزي ما قلت لكم ده بالعيش بقى يا سلام، اوعى وشك بقى بالهنا والشفا. نقدمه عشان نقفل الطاجن الحلو، يلا بينا بسم الله. نقدم بقى كده، ادي الطاجن بتاعنا اليخني اهو، ودلوقتي هنشتغل في الحلو. ادي صينيه بايركس، او عايزه تعملي طاجن، عايزه تعملي قوالب فويل عاديه مفيش مشكله. البشاميل هاخد منه كبشتين كده في الصينيه من تحت بهذا الشكل كده. ده كده ايه من تحت خالص. استاذه ناديه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا نونا ازاي؟ يا وش الخير. صباح العسل على عيونك يا عسل. تعيشي بقى يعني العسل كله. الله يكرمك. ايه رايك في وصفات القرع العسلي النهارده دي؟ بجد بجد يعني بصراحه انا مش عارفه اعمل فيكي ايه، عايزه اجيب الطاجن ده احطه في اكلي وبالمعلقه. امال لو انعش هيعطلني. امال لو شم لو شميتي ريحته كمان بجد حكايه. اه والله ايديكي وعينيكي. تعيشي تعيشي يا حبيبتي تعيشي. انت جميله وبتعملي حاجات اجمل واجمل. الله يكرمك تعيشي. والله يعني تحفه تحفه شويه، يعني تابلوهات كده طالعه في الكاميرا والله. الله يكرمك يا رب. طب تعالي دوقي الحلو كمان بقى معانا. بصي الحلو بقى. تسلم ايدك والف هنا وشفا على اللي هياكله. تعيشي الله يهنيكي يا رب. تسلم ايديك حبيبتي، ربنا يخليك. تحت امرك يا حبيبتي اتفضلي. كل ما اجيب جبنه بيضه تطلع ميزه. تطلع ايه؟ بيزا كده. قلت لحضرتك قبل كده مش فاكره، قلت لي حطيها في لبن بودره باين. اه تطلع حادقه قصدك؟ لا مزه كده مش حياريت حادقه. اه غيري المكان اللي بتجيبي منه. طيب هي مش وحشه بس انا ما يعني مش متقبلاها كده ناشفه. اولا ناشفه يعني فيها مزازه عاليه، فانا قلت اسال بقى حبيبه قلبي تقول لي، عشان انا جبت ربع مره واحده حرام ارميه دلوقتي. الحاجه كلها غاليه. طب نعتيه في اللبن زي ما قلت لك؟ اه انا يعني انا مش فاكره بقى اغلي اللبن ولا احط لازم الميه. لا لازم اللبن يغلي، ده لازم، ده اساسي معانا، لازم اللبن يغلي. يعني مش لبن بودره وميه؟ لا لبن عادي يغلي ويبرد. لبن عادي يغلي ولما يبرد احطه فيها. بالظبط كده، ده لازم اساسي معانا يا حبيبتي. حبيبه قلبي الله يكرمك. يبقى انا كنت هعمل غلط. لا لا انا قلت ده لبن بودره بالميه. لا لا لبن عادي يتغلي ويبرد وبعدين تحطي فيه الجبنه، هيعدل لك طعمها ان شاء الله. بالنسبه للاخت اللي بتقول على الفران، دلوقتي في كتير في الصيدليات اللي هو سم الفران، بس هتقابلها مشكله لان لو حطيته. مش هينفع مش هينفع. لو حطيته فاهمه انت هتقولي ايه. كنا نحطه مثلا في الطعميه والكلام ده فطبعا انا مش عايزه اقول ان انت فاهمه قصدي. لا مش هينفع. فلو حصل كده هيعمل لها مشكله اكبر. لا انا لازم ادور لها على الموضوع ده ان شاء الله. مش هسكت يعني باذن الله. هو كده كده بيموتوا، بس المشكله لما يموتوا بقى تبقى صعبه عليها. لا مش هينفع الحل ده خالص. هندور لها ان شاء الله في حل احسن يا حبيبتي باذن الله. الله كل الخير عندك يا شيف. الله يكرمك يا حبيبتي. وتحياتي للاستاذ سباعي وكل الكاست اللي عندك وحبايبنا كلهم اللي بيتصلوا بيك. ربنا يخليك. وعلى فكره مدام سوسو زعلانه عشان مش بتسالي عليها، لان لا والله والله يا جماعه لو تعرفوا ظروفي. هي عشان حبيبتي، هي عشان حبيبتي انا زعلانه. لا ما تزعلش ابدا. انا بقالي فتره ما اتكلمتش وهي ما سالتش عليا. لا لا حاضر من عينيا. انا مش عايزه حد يزعل ابدا. حاضر يا حبيبتي هسال عليكي طبعا يا سوسو، وانت من الغاليين عندنا. بس يا جماعه والله قدروا ظروفي، انا بلف حوالين نفسي، ربنا يعلم انا عامله ازاي، يعني انا يومي عامل ازاي، بلف حوالين نفسي والله بمعنى الكلمه.
شفتوا حطيت مكسرات تاني طبقه على القرع العسلي قبل ما احط البشاميل، وبعد كده بحط طبقه البشاميل الحلو اللي هو بالسكر والفانيليا، عشان لو حد لسه فاتح دلوقتي ما شافش معانا من الاول خالص هيبقى مش فاهم ازاي بنعمل بشاميل حلو وبنعمل منه صينيه حلوه. البشاميل ده يا جماعه بدل الملح والفلفل الاسود محطوط سكر وفانيليا كده. اظبط بقى البشاميل كده في كل الجوانب، وبعدين ما تنسوش طبقه المكسرات اللي تحت اللي اتحطت، وما تنسوش معلقه الزبده والمكسرات اللي اتحطت في القرع العسلي نفسه وهو لسه مهروس. مين معانا؟ يا نهى. ايوه يا شيف، انا بدري قوي على التليفون. ازيك يا نونا؟ معلش بعمل لك القرع يا نونا، طب اعمل ايه طيب؟ حبيبتي قلبي من قبل الفاصل وانا على التليفون والله. حبيبتي حقك عليا يا نونا. حبيبتي قلبي انت زي العسل، وشك زي العسل، وقفك زي العسل، وكل ربنا يخليكي، انت العسلين والله. اشكرك يا قمر، الف شكر يا حبيبتي. انا بحبك قوي قوي، انا بتسائل بيكي كده وبتسائل بوشك كده الجميل والله العظيم. ربنا يخليك يا رب، ودايما كده نتفائل بالخير على طول يا رب باذن الله. والله انت مزه مزه قمر قمر منوره. لا كده دخلنا في حته ثانيه خالص. كده لا قمر البلد. الله يكرمك يا حبيبتي، اشكرك حبيبه قلبي، الف شكر يا قمر، تعيشي. شكرا حبيبه قلبي. كده ده سكر بودر عشان ده اللي هيعمل لي الوش الحلو زي الجاهز بالظبط. مش هحط بقى قشطه ولا كفايه قوي 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 كده، هو السكر البودر زي الفل. ام يوسف اهلا وسهلا يا ام يوسف، اهلا بيكي. بصوا كل ما البشاميل يشرب السكر البودر حطي تاني بس، مش اكتر من كده. حاضر يا فندم، نوري بس حبايبنا اللي استوى وخلاص. ده كده على الفرن على طول زي المكرونة البشاميل بالظبط، النار من فوق ومن تحت لغاية ما الوش يتحمر. نقدم بسرعة، يلا بينا نقدم بقى الحلو. فين فين شوية المكسرات اللي كانوا هنا بعد إذنك كده يا سيد؟ بسم الله أهو. حط. أيوة مين معايا؟ سهيلة. سهيلة؟ أه. إزيك يا سهيلة؟ إزيك يا شيف هالة، عاملة إيه؟ الحمد لله، أخبارك إيه يا سهيلة؟ الحمد لله. الحاجات الجميله دي مش اجمل منك يا سهيله والله. اتفضلي معانا يا قمر. ينفع اسالك سؤال؟ يلا اتفضلي. عايزه طريقه البيتزا. طريقه البيتزا؟ اه ماشي حاضر، انزل لك العجينه بتاعتها. ادي كده الحلو وادي الحادق. اخر حاجه معايا بسرعه، عاوزين اكياس قوام. بصوا بقى يا جماعه، ده الحفظ بتاع القرع العسلي، قشرته وفضيت القلب بتاعه وقطعته مكعبات بالشكل ده، غسلته كويس قوي وسبته نشف. بروح جايباه كله مجمعاه في حاجه وحط عليه عصير ليمون كتير، يعني مثلا الكيلو هياخد لي بتاع معلقتين كبار عصير ليمون بالشكل ده كده، وهقلب كويس. بسم الله، نقلب القرع العسلي في الليمون مش اكتر من كده، مش هتحط عليه اي حاجه تاني، ويتقطع مكعبات كبيره عشان مع التلج وبعد كده تيجي تطلعيه ما يتهريش منك. واروح جايبه اكياس، بس مش عايزه تتقطع. يلا يا عم الوقت بيجري، وهعبي فيها القرع العسلي وهو عليه الليمون كده بالشكل ده. ما تقلقيش الليمون مش هيأثر عليه، الليمون هيخلي لونه فاتح زي ما هو، مش هيغمق، وفي نفس الوقت هيبقى مادة حافظة طبيعية للقرع العسلي بتاعنا اهو كده. اروح عاملاه كده وادي الحفظ كمان معانا، ادي الكيس اللي فيه الحفظ وادخله على طول الفريزر بس مش اكتر من كده. على بقى ما انا اعبي الباقي، هتكونوا طلعتوا فاصل ورجعتولي نكمل حلقتنا سوا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير.